بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندس محمد يوسف. فيديو جديد في كورس البي سي بي. كنا اتكلمنا في فيديو سابق قبل كده، قلنا لو عندنا في تريس بيعدي في تيار كهربي متغير فبينشأ حواليه ماجنتيك فيلد او مجال مغناطيسي، ولو في عندنا تريس او مسار قريب من المسار الاولاني اللي حواليه المجال المغناطيسي، فالمجال المغناطيسي دوت بيقطع التريس او المسار الثاني، مما يؤدي الى استنتاج قوة دفعة كهربية او الكتروموتيف فورس. قوة الدفعة الكهربية المستنتجة هنا او الانديوست فولتج بتؤدي الى مرور طيار في المسار الثاني ده في اتجاه معاكس لمرور الطيار اللي موجود على التريس الاولاني، والتأثير اللي بيعمله المسار الاولاني ده على المسار الثاني من خلال الماجنتيك فيلد ده بيسمى اندكتيف كابلنج او ارتباط حثي. وممكن التعبير عن الاندكتيف كابلنج من خلال ان في عندك ملف ابتدائي اللي هو بيمثل هنا المسار اللي بيعدي فيه التيار المتردد، وعندك هنا ملف ثانوي ده اللي بيمثل المسار الثاني اللي هيتأثر بالماجنتيك فيلد. زي بالظبط الترانسفورمر او المحول، يبقى في عندك ملف ابتدائي بيعدي فيه تيار كهربي متغير فبيستنتج فيه الملف الثانوي تيار ثانوي نتيجة الارتباط الناشئ من الماجنتيك فيلد ده، بيسمى ميوتشوال اندكتانس موديل. وزي ما كنا شرحنا الاندكتيف كابلنج او الارتباط الحثي، شرحنا كمان الكاباستيف كابلنج او الارتباط السعوي. والارتباط الحثي اللي احنا شرحناه قبل كده اللي اتكلمنا عنه في السلايد اللي فاتت كان بينشأ نتيجة وجود ماجنتيك فيلد، الكاباستيف كابلنج ده بينشأ نتيجة وجود الكتريك فيلد. وكنا قلنا ان لو في عندنا مسار، المسار ده بيعدي فيه تيار كهربي، والتيار الكهربي ده بيبقى عبارة عن سيل من الالكترونات، الالكترونات دي بتبقى سالبة الشحنة، فالشحنات السالبة دي بيكون حواليها مجال كهربي، مجال الكهربي ده او الالكتريك فيلد، خطوط الفيض بتاعته بتقطع اي مسار موجود جنب المسار اللي ماشي فيه التيار المتردد، وده بيؤدي الى استنتاج تيار كهربي في المسار اللي هيتأثر بالالكتريك فيلد او المجال الكهربي، والتأثير ده بيسمى كاباستيف كابلنج او ارتباط سعوي ما بين التريس الاصلي اللي بيمر فيه التيار المتردد واللي عمل الالكتريك فيلد، والتريس التاني اللي هيستحس او يستنتج فيه التيار. ويمكن التعبير عنه من خلال وجود مكثف ما بين التريس الاولاني والتريس التاني. طبعا المكثف ده مكثف وهمي، احنا بس بنرسمه للتعبير عن الوضع او التأثير اللي قدامنا. زي ما كنا عملنا هنا في السلايد اللي فاتت ملف ابتدائي وهنا ملف ثانوي، طبعا الملفات دي ملفات وهمية، احنا بنتكلم على التأثير بتاعها ازاي يمكن عمل نموذج ليه. فنفس الكلام اللي عملناه هنا في الاندكتيف كابلنج بعملناه هنا برضو في الكاباستيف كابلنج. فبيتم التعبير عن الكاباستيف كابلنج او الارتباط السعوي من خلال اعتبار في وجود مكثف ما بين التريس الاولاني اللي بيمر فيه التيار المتردد والتريس التاني اللي هيتأثر بيه. النموذج ده بيسمى ميوتشوال كاباستنس موديل. طيب احنا قلنا هنا ان مرور تيار في مسار هيؤثر على المسار التاني ويعمل عليه تيار مستنتج، سواء كان ناتج من خلال الكاباستيف كابلنج او من خلال الاندكتيف كابلنج. طيب لو كان المسار دوت التاني اللي تم التأثير عليه كان بيعدي فيه اساسا اشارة كهربية، والاشارة الكهربية دي اشارة حساسة مثلا القيمة بتاعتها قليلة جدا او ضعيفة، فممكن تتأثر باي تيار تاني او جهد تاني يستحس او يستنتج على المسار اللي هي معدية عليه. فطبعا الاشارة الاصلية هنا هتتأثر وشكلها هيشوه، وفي الحالة دي بنسمي الجهد او التيار المستحس هنا على المسار نويز او شوشرة، سواء كان ناتج من الاندكتيف كابلنج او من الكاباستيف كابلنج. والنويز او الشوشرة دي بتسمى كروستوك.
يبقى الكروس توك، وده الموضوع اللي احنا بنشرحه، ده عبارة عن نويز او شوشرة بتنشأ ما بين المسارات نتيجة وجود كابلينج. الكابلينج ده ممكن يكون اندكتيف كابلينج نتيجة الماجنتيك فيلد، او كاباسيتيف كابلينج نتيجة الالكتريك فيلد، وده بيؤدي الى حدوث تشوه في الاشارة اللي هيتم وجود النويز عليها. ولو جينا بصينا على الرسمة دي، فعندك هنا مسار في بدايته موجود ترانسميتر او كومبوننت بيبعت لي اشارة كهربية بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، عبارة عن بلس. وفي نهاية المسار في عندي كومبوننت تاني بيستقبل الاشارة او ريسيفر. طيب في الحالة المثالية جينا بصينا على الدياجرام اللي موجود على الشمال، عندك الاشارة اللي خارجة، المفروض لما توصل في نهاية المسار عند الريسيفر يبقى شكلها هو نفس الشكل ده في الحالة المثالية. لكن نفترض بقى ان المسار ده كان جنبيه مسار تاني بيعدي عليه تيار متردد، التيار المتردد ده عمل لي هنا الكتروماجنتيك فيلدز فأثرت على المسار بيمشي عليه الإشارة. فلو دي الإشارة اللي هي خارجة من الترانسميتر عند بداية المسار، عبال ما توصل لنهاية المسار تكون اتأثرت بالنويز اللي هيحصل على التريس او المسار، فبيبقى شكلها بالشكل اللي احنا قدامنا ده. طبعا التغير ده ناتج من خلال وجود تيار تم استنتاجه على المسار او على طول المسار اثر على الاشارة، ناتج من الكاباستيف والاندكتيف كابلينج. فبدل ما الريسيفر يستقبل الإشارة بالشكل ده اللي هي خارجة بيه أساسا من الترانسميتر، ده هيستقبل إشارة مشوهة تؤدي إلى حدوث إيرور أو أخطاء. تعالى نوضح بشكل أوسع تأثير وجود الإندكتيف والكاباستيف كابلينج مع بعض على الإشارة اللي هتتأثر بالإلكترومغنيتيك فيلدز. هنفترض ان الخط اللي قدامنا التقيل دوت ده بيمثل المسار اللي بيعدي عليه التيار المتغير او المتردد، والخط التقيل التاني هنا ده بيمثل المسار اللي هيتأثر بالمجالات الكهرومغناطيسية. المسار الاولاني اللي بيمشي عليه التيار المتردد اللي هيؤثر ده بيسمى اجريسور او المعتدي، والمسار او التريس اللي هيتأثر بالمجالات الكهرومغناطيسية ده بيسمى الفيكتيم او الضحية. هنفترض كمان ان الكومبوننت اللي بيبعت الاشارة او الترانسميتر موجود في الطرف ده من المسار، والكومبوننت اللي بيستقبل الاشارة او الريسيفر موجود عندي على الطرف التاني من المسار، فالجزء ده من المسار بيسمى باكورد والجزء ده بيسمى فورورد. وهنفترض كمان ان الاشارة اللي مبعوتة على المسار هي عبارة عن اشارة ديجيتال تغير ما بين الهاي وما بين اللو. في اللحظة اللي بيتم فيها تغير الاشارة من الهاي الى اللو يعني في الفول تايم، او تغير الاشارة من اللو الى الهاي يعني في الرايس تايم، بينشأ المجال الكهرومغناطيسي اللي بيأثر لي على الفيكتيم، لان لو التيار اللي ماشي على الاجريسور ده تيار دايركت كارنت او دي سي، ففي الحالة دي مفيش نويز هتؤثر على الفيكتيم، لازم يكون التيار اللي ماشي على الاجريسور ده تيار متردد. لو جينا بصينا على النقطة اكس، فالنقطة اكس ديت هي اللحظة اللي بيتم فيها الانتقال من الهاي الى اللو، يبقى انت عندك هنا في تيار ماشي على الاجريسور اللي هو باخد الرقم واحد هيتم فيه الانتقال من الهاي الى اللو. في اللحظة دي هيحصل تغير في الماجنتيك فيلد هيؤثر على التريس اللي هو الفيكتم او الضحية، هيؤدي الى وجود تيار مستحس هيمشي في اتجاه معاكس للتيار اللي ماشي على الاجريسور. فاذا كان التيار اللي ماشي على الاجريسور بيعدي من الشمال لليمين على المسار اللي انا بشاور عليه، فالتيار المستحس على الفيكتيم هيمشي من اليمين الى الشمال اللي هو الرقم 2، فيبقى انت عندك في
تيار موجود على الباكورد بتاع المسار اللي هو اخد الرقم 2، وموجود كمان على الفورورد اللي هو برضو اخد رقم 2 في اتجاه معاكس للتيار الاصلي. بالنسبة للالكتريك فيلد او المجال الكهربي، قلنا برضو هيؤدي الى وجود تيار هيمشي على الفيكتور. بس خلي بالك انت عندك هنا في الكترونات ماشية اخدها شحنة سلبة، الشحنة السلبة ديت هتتنافر مع الشحنات السلبة بتاعت الالكترونات اللي ماشية هنا، ففي الحالة دي يحصل تنافر للالكترونات اللي ماشية على الفيكتور. التنافر ده يخلي الالكترونات تمشي في اي من الاتجاهين سواء الباكورد او الفورورد. يبقى انا في النهاية عندي محصلتين من الالكترونيجاتيك فيلدز، سواء ما المحصلتين دول موجودين على الباكورد او على الفورورد. لو جينا بصينا على الجزء الخاص بالباكورد هنلاقي فيه عندي التيار اللي مكتوب عليه الرقم 2 الناتج من الاندكتف كابلينج، هنلاقيه ماشي في اتجاه اليسار ناحية الباكورد، والتيار المكتوب عليه الرقم 3 الناتج من الكاباستف كابلينج ماشي برضو في نفس الاتجاه بتاع التيار اللي هو اخد رقم 2. فالتيار بتاع رقم 2 اخد نفس الاشارة والتيار بتاع رقم 3 اخد نفس الاشارة، فالاتنين هيتجمعوا على بعض. يعني في الجزء الباكورد او الجزء الخلفي من المسار الفيكتيم هيبقى عليه نويز او تيار ناتج من الشوشرة اخد المجموع بتاع التيار الناتج من الاندكتيف ومن الكاباستيف كابلينج. طيب لو جينا بقى بصينا على الجزء الامامي او الفورورد من الفيكتيم هلاقي التيار 2 ماشي في اتجاه الشمال والتيار رقم 3 ماشي في اتجاه اليمين، يعني الاتنين دول عكس بعض، يعني ممكن واحد تكون اشارته موجبة وليكن هو رقم 2 والاشارة بتاعت ده سالبة، فهتجمع الاتنين على بعض يبقى هو دي النويز اللي موجودة عند نهاية المسار او الفورورد. طيب لو افترضنا ان قيمة التيار اللي موجود عند الفورورد اللي هو رقم 2 الخاص بالاندكتف كان بيساوي قيمة التيار اللي موجود عند الفورورد اللي هو رقم 3 الخاص بالكاباستف، فلو واحدة اشارته موجبة والتانية سالبة الاتنين عكس بعض، فمعنى كده ان التيارين دول ممكن يلاشوا بعض او يحصل كانسل للتيار اللي موجود عند الفورورد الخاص بالفيكتيم. التيار اللي بنتكلم عليه هنا هو التيار بتاع النويز. يبقى في الحالة دي ان النويز عند الفورورد ممكن تبقى اقل قيمة لو الاتنين دول بيساوي بعض يكنسلوا بعض يبقى تقريبا زيرو. ده ممكن يحصل لو المسارات دي موجودة على ستريب لاين، يعني انت لو راسم المسارات دي على طبقة داخلية مش على مايكرو ستريب، لو انت رسمها فوق على طبقة خارجية. طبعا احنا اتكلمنا عن ستريب لاين والمايكرو ستريب والانواع بتاعة الترانسميشن لاين في فيديو سابق قبل كده. فلو انت عامل المسارات بتاعتك على ستريب لاين فممكن تكنسل النويز اللي موجودة على الفورورد على الفيكتيم تريس، بينما لو هي موجودة على مايكرو ستريب فالنويز دي هتبقى موجودة. بس خلي بالك ان النويز دي هتبقى ما كبيرة عند الباكورد لانك هتجمع التيار الخاص بالاندكتف والكاباستيف باشارة موجبة، الاتنين اخدين نفس الاشارة فهتجمع على بعض فالمجموع بتاعهم هيبقى كبير، بينما هنا الاتنين دول هيبقوا بقيمة قليلة نتيجة ان واحد عكس التاني. طيب احنا كده عرفنا تأثير الاجريسور على الفيكتم، ازاي بقى اقدر احدد على البي سي بي ان التريس ده اجريسور والتريس ده فيكتم؟ ده اللي هنشوفه في السلايد الجاي. بيقول لي بعض الاشارات بتبقى حساسة جدا للكروستوك نويز، ده بتوقف على نوع الاشارة وعلى الوظيفة اللي بتأديها. فبالنسبة للإشارات الأنالوج دي بتبقى حساسة للكروستوك نويز، وخصوصا لما بتكون
الامبليتيود بتاعها قليل، يعني القيمة بتاعة الجهد بتاعتها قليلة عن الاشارات الديجيتال. فلو انت عندك على مسار بيعدي عليه انالوج سيجنال، والانالوج سيجنال دي خصوصا الامبليتيود بتاعها منخفض، فانا اتعامل مع التريس ده على انه ممكن يكون فيكتم، ويجب ابعاده عن المسارات الاجريسور. ده بالنسبة لطبيعة الاشارة. نيجي بقى نتكلم عن الوظيفة اللي بتؤديها الاشارة. في عندي بعض الاشارات اللي بتؤدي وظائف مهمة وحرجة خاصة بالكنترول سيجنال، زي لو مسار بيحمل اشارة خاصة بعملية انيبل لدائرة لوجيك او مايكرو كنترولر، او اشارة ريسيت او انتربت، او اشارات الخاصة بالاوسيليتور المذبذب اللي بيشغل اي سي، وليكن مثلا بيشغل مايكرو كنترولر، او اشارة فيدباك. فالاشارات دي كلها تبقى اشارات حرجة ومهمة، بيجب حمايتها من الاشارات الناتجة من او النوزل الناتج من الكروستوك. طيب احنا كده خدنا فكرة عن المسارات اللي ممكن تكون فيكتم. بالنسبة بقى للمسارات الاجريسور، امتى اعتبر ان المسار ده اجريسور او معتدي؟ اذا كان المسار ده عليه هاي امبليتيود، يعني الفولت بتاعه قيمته كبيرة بالنسبة للمسارات اللي حواليه، بيعد عليه اشارة التردد بتاعها عالي هاي فريكوينسي، او ان الاشارة الديجيتال اللي ماشي عليه ليها رايز تايم او فول تايم الزمن بتاعه صغير جدا، ففي الحالة دي بنعتبر ان المسار ده اجريسور، ممكن يؤثر على المسارات الفيكتم اللي حواليه. تعال نتكلم عن مصطلحين جداد هنستخدمهم معانا في بقية الفيديو. لو انت عندك هنا مسار، المسار ده اجريسور، يبقى في عندك هنا ترانسميتر للاشاره اللي ماشي عليه، وفي عندك هنا ريسيفر. الاجريسور ده جنبه تريس تاني، ده فيكتم، برضو عليك هنا ترانسميتر بيبعت اشاره وفي ريسيفر بيستقبلها. فبدايه الفيكتم واللي بتبقى قريبه من الترانسميتر بتاع الاجريسور ده بيسمى نير اند، نهايه الفيكتم واللي بتبقى قريبة من الريسيفر بتاع الاجريسور ده بيسمى فار اند. النويز اللي بتتكون على الفيكتم عند النير اند بتسمى نير اند كروستوك، واختصارها نيكست. النويز اللي بتتكون عند الفار اند على الفيكتم بتسمى فار اند كروستوك، واختصارها فيكست. لو جينا رجعنا تاني للرسمة اللي كنا بنشرح عليها، فعندك الباكورد يبقى ده هو يبقى النكست، والفورورد هيبقى هو الفيكست، وعند النكست يبقى ده كده النويز بتبقى مجموع الطيارين زي ما قلنا بتاع الكاباستيف واندكتيف كابلينج بنفس الاشارة، بينما عند الفيكست يبقى هنا مجموعة طيارين بإشارة مخالفة أو إشارة معكسة. تعال نشوف شكل الكروستوك نويز على المسارات الفيكتم. لو في عندي هنا مسار أجريسور ماشي عليه الإشارة اللي باللون الأزرق التقيل اللي قدامنا ده، يبقى عندي في تريس ماشي عليه إشارة التردد بتاعها 1 ميجا هرتز، الأمبليتيود بتاع الإشارة دي حوالي 1 فولت، عندك الرايز تايم 100 نانو سكند، والفول تايم حوالي 200 نانو سكند. دي كده الاشارة اللي ماشية على الاجريسور تريس. في جنب الاجريسور ده مسار تاني هيبقى فيكتم عليه اشارة، الاشارة بتاعته ممكن نقيسها بالملي فولت. فهنشوف الكروستوك عند بداية المسار الفيكتم اللي هي باللون السماوي اللي قدامنا ده كده، وشكل الكروستوك عند نهاية المسار الفيكتم اللي هي باللون الموف اللي قدامنا ده. تعال
تعال نتكلم الاول عند النير اند او بدايه المسار الفيكتم. المفروض ان الاشاره تبقى ماشيه كده في خط مستقيم، ده لو ما فيش عليها تاثير من الاجريسور سيجنال. طيب عند انتقال الاشاره اللي على الاجريسور من اللو للهاي في الرايز تايم، يبقى انت كده عملت تغير في التردد بتاع الاشاره اللي ماشيه على الاجريسور، هيحصل الكتروماجنتيك فيلدز ويحصل التاثير بتاع الكروستوك نويز، فهيتولد تيارين في نفس الاتجاه، واحد من الاندكتيف كابلنج والتاني من الكاباسيتيف كابلنج، ده عند النير فيلد زي ما شرحنا في السلايدز اللي فاتت. فالاثنين هيتجمعوا مع بعض بنفس الاشاره فيعمل لي نويز اللي هي واضحه قدامي عند هنا. يبقى بعد ما كانت الاشاره المفروض تمشي في خط مستقيم افقي كده، لا عند الانتقال حصل النويز وارتفعت الاشاره او تركبت اشاره النويز على الاشاره الاساسيه. الارتفاع ده كان حوالي 1.54 ملي فولت، لما كانت الاشاره اللي عندنا هنا الارتفاع بتاعها 1 فولت بالتردد 1 ميجا هرتز ورايز تايم 100 نانو سكند. خلي بالك ان الاشاره دي ممكن اساسا تكون بالملي فولت، فانت حطيت عليها 1.5 ملي فولت، يعني ممكن تكون شوهت الاشاره. طيب احنا جاي بنتكلم عند النير اند، يعني بدايه المسار الفيكتم. بعد كده بعد فتره زمنيه بتنتهي النويز دي وبينزل الجود تاني للمستوى الطبيعي بتاعه بعد الرايز تايم. بعد الفتره دي بقى بيحصل فول تايم للاشاره اللي بتنتقل من الهاي الى اللو. فعند التقال برضو من الهاي لللو هيحصل نفس اللي حصل هنا، تغير في الالكترومانتيك فيلدز ويجي لي طيارين من الاندكتف والكباستف كابلنج وبيتجمعوا على بعض بنفس الاشارة وبيتحطوا على الاشارة الاساسية. لو انت لاحظت هتلاقي هنا القيمة بتاعت النويز اللي متركبة على السيجنال اقل في الفول تايم عنها من الرايز تايم. الرايز تايم كان هنا بيحصل في 100 نانو سكند، يعني اسرع من زمن الفول تايم. الفول تايم بيحصل في 200 نانو سكند، فلما كان التغير هنا سريع 100 نانو سكند نص الزمن بتاع الفول تايم، كان القيمة بتاعة الجهد بتاع النويز اعلى منه في قيمة النويز اللي نشأ اثناء الفول تايم. معنى كده ان كل ما اقلل زمن الرايز او الفول تايم كل ما هقلل قيمة الجهد الخاصة بالنويز اللي بتركب عندي على الاشارة، وكل ما اقلل الزمن اللي بيحصل فيه الرايز او الفول تايم كل ما قيمة الجهد بتاع النويز هيزيد على الاشارة اللي ماشية على الفيكتم تريس. طيب ده كده كان عند النير اند الخاص بالفيكتم تريس. تعال نتكلم بقى عند الفار اند على الفيكتم تريس ونشوف تأثير الكروستوك عليه. الخط اللي باللون البنفسجي ده هو المستوى بتاع الاشارة الاساسية اللي المفروض تمشي على الفيكتم تريس. نتيجة الانتقال من اللو الى الهاي على الاجريسور هيعمل لي مجالات كهرومغناطيسية هتعمل لي كروستوك. احنا قلنا بقى عند الفار اند هيبقى الاشارة او التيار اللي هيتكون نتيجة الاندكتيف كابلنج عكس التيار اللي هيتكون نتيجة الكاباستيف كابلنج، وبالتالي هيتم طرحهم من بعض. فالمجموع بتاعهم او مجموع الاثنين نويز على بعض هيبقى اقل من اللي موجود عند النير اند، عشان كده بنلاقي الجهد اللي موجود عند النير اند جهد الكروستوك اقل منه من اللي موجود عند هنا الفار اند وهنا النير اند. النير اند هتلاقي طالع هنا 1.54 فولت، بينما هنا في الفار اند هتلاقي نازل ل 560 مايكرو فولت، يعني تقريبا التلت. نفس الكلام بيحصل عند الانتقال من الهاي الى اللو اللي هو في الفول تايم،
وطبعا احنا عشان قلنا ان الزمن بتاع الفول تايم اكبر منه في الرايس تايم، فقيمة الجهد بتاع الكورستوك بتبقى اقل. فهتلاقي هنا برضو 260 مايكرو فولت اقل من 760 مايكرو فولت اللي بتحصل عند النير اند. واحنا زي ما قلنا بنكرر تاني، ده نتيجة ان انا بطرح الاشارتين من بعض، يعني بينما هنا بجمعهم على بعض. طيب بعد ما شفنا شكل تأثير الكروستوك نويز على الاشارة الاساسية اللي ماشية على الفيكتيم تريس، ازاي بقى اقدر اتلافى او احمي الفيكتيم تريس بتاعي من الكروستوك؟ ده اللي هنعرفه في السلايد الجاي. اول حاجة بيقول لي ان انا استخدم الستريب لاين بدل من استخدام المايكرو ستريب. انت عندك هنا ده الشكل بتاع المايكرو ستريب، احنا كنا شرحنا الكلام ده في فيديو خاص بالترانسميشن لاين. فلو انت عندك هترسم المسارات بتاعتك فوق على التوب لير، فده كده يبقى مايكرو ستريب. ففي الحالة دي هيبقى عندك النويز بتاع الفورورد كروستوك موجود. انما انت لو خدت المسارات بتاعتك ودخلتها جوه بقت في انترنال لير يعني ستريب لاين، فانت كده بتقلل بدرجه كبيره الفورورد كروستوك، يعني انت كده بتقضي على جزء من النويز اللي موجوده عندك على الفيكتيم. الحل التاني ان انا اخلي كل فيكتيم تريس يبقى قريب من الريفرنس بلين بتاعه. يعني نفترض مثلا انت عندك المسار دوت ده فيكتيم، فاخليه قريب من ريفرنس بلين وليكن الجراوند عندي فوق هنا، وعندك برضو المسار ده ممكن يكون فيكتيم فخليه برضو قريب من ريفرنس بلين بتاعه وليكن هو البلين اللي هو الباور. ده كده بيقلل من الكروستوك نويز. الحل اللي بعد كده وده حل مهم جدا، وهو ان انا ابعد ما بين الاجريسور والفيكتيم تريس على قد ما اقدر. زي ما شايفين في الرسمه اللي قدامنا دي على الشمال، لو انت عندك مسار العرض بتاعه دبليو، فعاده بنسيب مسافه ما بين المسار اللي جنبه باربع نفس العرض وليكن دبليو. ده في الوضع الطبيعي او العادي. طيب لو انت بقى عندك ان الدبليو المسار اللي عرضه دبليو ده يعتبر اجريسور والمسار اللي جنبه ده يعتبر فيكتيم، ففي الحاله دي انا بزود البعد ما بين المسارين، بيكون العرض 2 دبليو. فلو عرض الاجريسور دبليو وعرض الفيكتيم دبليو، فالمسافه ما بين المسارين بتبقى 2 دبليو. فلو جيت قست المسافه من نص المسار الاجريسور لغاية نص المسار الفيكتيم بتبقى 3 دبليو. دي بتسمى the 3 دبليو رول او قاعدة 3 دبليو. ميزة استخدام التكنيك دوت في الرسم بتاع المسارات ان هو بيقلل لي الماجنتيك فيلد اللي هيجي من الاجريسور ويأثر على الفيكتيم بنسبة 70%. طيب لو انا زودت التلاتة دبليو دي خليتها 10 دبليو، يعني بعدت اكتر من كده في المسافة، فهقلل الماجنتيك فيلد اللي بيأثر على الفيكتيم بنسبة 98%. فالتباعد ما بين المسارين دوت حل مهم جدا عشان اقلل الكروستوك. طبعا العيب الوحيد بتاعه اللي انت بتستهلك جزء من مساحة البي سي بي، انك بتباعد ما بين المسارات، بس طبعا ده بيؤدي الى حماية الفيكتيم من الكروستوك اللي ممكن تضيع لك الاشارة من الاساس. الحل اللي بعد كده بيقول لي اقلل الطول اللي بيكون فيه المسارين متوازيين مع بعض، بحيث ان لما اقلل طول المسارات هقلل الاندكتنس والكاباستنس، وبالتالي اقلل من قوة الارتباط ما بينهم. في وضع كمان غير المسارات المتوازية على نفس اللير ممكن يؤدي لحدوث كروستوك، زي الوضع اللي احنا شايفينه قدامنا هنا. ده كده انا عندي هنا 2 لير
طوبوباتهم. عندك كده المسارات اللي بيمشي فيها الإشارات موجودة من فوق، أخد نفس الاتجاه بتاع المسارات اللي ماشية على البطن. فبيقول لك الوضع ده كده وضع غلط في التصميم. فالصح انك تعمل لير المسارات اللي فيها تكون متعمدة على المسارات بتاعت اللير اللي تحتها. يعني مثلا لو ده كده المسار دي اخدها وضع في اتجاه رأسي، فالمسارات بتاعت اللير اللي تحتها تكون اخدها اتجاه افقي. فالوضع ده بيقلل من حدوث الكروستوك ما بين الاشارات اللي موجودة على الاتنين لير اللي فوق بعد دول. الرسمة دي بتوضح لي لو انا عندي مجموعة من اللايرز الموجودة على البي سي بي، واللايرز دي كلها سيجنال لايرز، ومش هينفع احط ما بينهم ريفرنس بلين سواء جراوند او باور. ففي الحالة دي ممكن اتبع نفس التكنيك اللي انا عملته هنا، اخلي لاير المسارات فيها مسارات افقية، واللير اللي تحتها مسارات رأسية، واللي بعدها افقية، واللي بعدها رأسية، عشان اقلل الكروستوك بقدر الامكان. ده في حالة ان انا ما اقدرش احط هنا مثلا جراوند بلين او باور بلين بحيث اني اقلل الكروستوك. تعال نرجع تاني للرسمة اللي كنا شرحناها على الاوسيلسكوب. ده عندك هنا الاشارة بتاعت الاجريسور، ودي الاشارة اللي ماشية على الفيكت. فتعال نحط عليها بعض الحلول اللي احنا اتكلمنا عنها. زي ما انت شايف هنا، احنا هنا قللنا الكروستوك نويز نتيجة ان احنا قربنا الجراوند بلين من التريسز الاجريسور والفيكتم. فبعد ما كانت المسافة ما بين الجراوند بلين اللي هو بالخط الاخضر ده والتريسز حوالي 54.5 ميلز، قرب الجراوند بلين من التريسز بقت 12 ميلز. القيمة بتاعت النويز اللي موجودة عند النير اند قلت بنسبة كبيرة. لو رجعنا السلايد دي، كان قيمة النويز 1.54 ملي فولت، بعد ما حطينا الجراوند بلين نزلت ل 740 مايكرو فولت، يعني تقريبا النص. والجزء التحتاني ده كان حوالي 760 مايكرو فولت، نزل لي 340 مايكرو فولت، يعني برضو تقريبا النص. وبالنسبة للفار اند، كان الجزء دوت حوالي 560 مايكرو فولت، نزل لي 460 مايكرو فولت. والجزء المرتفع كان 260 مايكرو فولت، نزل لي 160 مايكرو فولت. فزي ما هو واضح، كل ما بتقرب الجراوند بلين من التريسز ده بيقلل بنسبة كبيرة من الكروستوك نويز. تعالى كمان نضيف حل اخر بالاضافة الى تقريب الجراوند بلين من التريسز. الحل اللي احنا هنعمله اللي احنا هنبعد ما بين الاجريسور والفيكتيم تريسز. فبعد ما كانت المسافة بين الاجريسور والفيكتيم 25 ميلز، لا هيخليها 75 ميلز، يعني 3 مرات، اللي هي قاعدة الـ3W. ولما تيجي تبص بعد ما بعدت المسارات عن بعضها، تشوف النويز تقريبا تكاد تكون مش موجودة سواء في النير اند او في الفار اند. كان المكان ده كان هو المكان اللي بيبقى عليه النويز المتركبة في النير اند. بعد ما حطينا او قربنا الجراوند بلين وبعدنا المسافة، النويز راحت وبقت الاشارة بتاعت الفيكتم تقريبا اشارة اساسية خالية من النويز. شكرا جزيلا.